السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نوتريسيونيست كوزميتولوج و لابورونتين. الوغ الفيديو ديال اليوم غيكون على واحد المركب اللي كان عامل ضجة ومازال عامل ضجة وغادي يبقى ديما كيعمل ضجة، لأنه واحد المركب اللي قيم عنده واحد القيمة كبيرة في مستحضرات التجميل. هذا المركب هذا هو فيتامين سي. بزاف منكم كتقلبوا على لي برودوي اللي تيكونوا اباز دو فيتامين سي. علاش؟ لأن فريمون سي دي برودوي اللي مزيانين بزاف وكيتستعملوا في بزاف ديال الحوايج، وخاصكم يكونوا عندكم. الوغ بالنسبه لفيتامين سي، فيتامين سي اول حاجه اللي كنأكد عليها انه خاصو يكون من نوع ستابل او من نوع المستقر. علاش؟ حيت شي مرات كنشوف دي برودوي لي مطفين فيتامين سي، مي هذاك البرودوي هذاك غير مستقر، ماشي واحد الماده اللي ستابل، وبالتالي دغيا كتاكسد، دغيا كتخرب، ما كتفيد بحتى شي حاجه. انت كتمشي تشري واحد برودوي على اساس انه فيه فيتامين سي، ديكلاري فيه فيتامين سي، ولكن للاسف هذاك الفيتامين سي اللي فيه ما غيفيدك حتى شي حاجه. دونك بالنسبه باش كتعرفيه تقدر هذه القضيه تفيدك نوعا ما بواحد النسبه، الشكل ديال سورتو ملي كتمشيو تاخذوا باغ اكزومبل دي سيروم، الا كنتو غادي تاخذوا دي سيروم اللي زعما اباز دو فيتامين سي، فانتوما عمركم تاخذوا شي سيروم اللي اللون ديالو ماشي شفاف، اما شفاف اما بلاش. واخا يكونوا هما ضايفين ان كولورون في البرودوي ديالهم ما تاخذوش. علاش؟ لان داك الاضافه ديال ان كولورون كتكون ان كولورون ولا دي كولورون ما نعرف، كتكون الهدف ديالها ماشي نقي. علاش؟ لان كيضاف باش تكاموفلي داك الاوكسيداسيون اللي تقدر توقع. بمعنى ان دابا البرودوي ديالي او صايبت مثلا واحد السيروم كان شفاف، داز عليه واحد شويه، الا ما كانش هذاك الفيتامين سي اللي فيه مستقر كيتاكسد، ملي كيتاكسد كيتبدل اللون ديال السيروم، كيولي بحال ما يل البيج اورانج، بحال هكا يعني كيبدا يتاكسد. راكم كعارفين الحاجه ملي كتبدا تاكسد. الوغ انا باش نخبي هاد المشكل هذا شنو كندير؟ كنضيف ملون. الوغ داك الملون غيخبي ليا المشكل، تاكسد ولا ما تاكسد حتى شي واحد ما يعيق. دونك انا ككونسوماتريس ذكيه غنمشي نشري هذاك البرودوي اللي اللون ديالو شفاف، هذاك لو سيروم ديال الفيتامين سي اللي اللون ديالو شفاف. عاود في الكريمات كاينين اللي كيديروا فيتامين سي في لي كريم، وي، ولاني هذيك الكريم كتكون اللون ديالها شفاف بحال زاج شفاف كيدوز الضوء، هذيك الكريم حتى هي دغيا يقدر يتاكسد، لان فيتامين سي راه حتى ديال الاكل دغيا كيتخرب. عرفتوا علاش كنقول لكم مثلا السلطه ملي اون فوا تقطعوها تاكلوها لان فيتامين سي كيتخرب؟ كنقول لكم راه الحاجه الا طابت مثلا في الماكله ما تبقاوش معولين على فيتامين سي لان كتخربوا الحراره. دونك فيتامين سي واحد لا فيتامين واخا سينتيتيك راه كيتخرب دغيا. دونك الا كنتو غادي تبغيتو شي برودوي اللي اباز دو فيتامين سي، وخصكم تحاولوا ما امكن تاخذوا اللي ما يكونش القرعه ديالو ما تكونش شفافه، فهمتوا؟ تكون القرعه ديالهم ما تخليش الضوء يدوز باش يبقى محافظ على لا ستابيليتي ديالو، يبقى داك البرودوي محافظ على الاستقرار ديال المكونات ديالو. دونك وكاينين بعض الشركات اللي كيديروا نسبه قليله جدا فيتامين سي، هو اصلا فيتامين سي ما كيدخلش بواحد النسبه كبيره بزاف بطبيعه الحال، ولكن كاين اللي كيدير نسبه قليله جدا تكاد تكون منعدمه، وهذيك ما غاديش تفيد. دونك بالنسبه للفيتامين سي في لي كريم ديالكم ولا في لي برودوي دو سوين ديالكم، كيدخل في لي برودوي بون مين، يعني كيعطي هو واحد الحياه لابو ديالك، كتولي لابو ديالك ما كتبقاش تبان تاخ، ما كتبقاش تبان عيانه، ما كتبقاش تبان في هذاك الزريقاق، لا كتبدا تفتح، كتبدا تحسن، وكتبدا ايفيكتيفمون تفتح، كيبدا دوك حتى دوك لي طاش ماشي داك الكلف العميق، لان الكلف كيبغي لي مركبات اخرى زائد فيتامين سي، مي دوك لي طاش الخفاف وداك الشيء كيبداو يتفتحوا بواحد الشكل ملفت للانتباه. فيتامين سي الا استعملتوه في الصباح، كتستعملوه قبل من الواقي الشمسي في الصباح، كيعطيكم ديك النضاره، كيعطيكم ديك لو طان
كيبان زوين، كيبان زعما الوجه ديالكم تيبان ضاوي بحال نتوما ما عيانينش، نعستو مزيان، وجهكم تيبان مزيان، تتبان فيه واحد الحياه. وهو راه كيداروا لي برودوي ا باز دو فيتامين سي سوا سيروم سوا كريم، تيداروا في الصباح، دونك كيداروا كيدار موراهم الواقي الشمسي. لي سوا دو نوي لي ا باز دو فيتامين سي تا هما كيخدموا لينا ك سورتو في لي برودوي اونتي اج، كيخدموا لينا على ملي كديري في الليل كيعاونك مع لي زانغريديون ولا لي زاكتيف اونتي اج الاخرين اللي موظفين، باش يعاون على تجديد الخلايا، لان في الليل الجسم ديالنا كله كيبدا يتجدد، وكتكون في ديك الوقيته اللي كنعسوا شحال من حاجه في لو كور ديالنا كتوقع، وبالتالي فكنستافدوا منها. دونك علاش كنقولوا ملي كنبغيو نبنيو الخلايا ديالنا، ملي كنبغيو نخدموا على علاج بعض الاضرار فيها، فمن الافضل دوك لي زاكتيف يكونوا موظفينهم في لانوي، وفيتامين سي الى خدمنا به في لانوي فهو كيدخل لنا في هاد اعاده بناء الخلايا والتجديد ديالها، وداكشي علاش كيدخل كما قلنا مع لي زاكتيف، بصح ماشي بوحدو هو، ولكن معاه مواد اخرين في لي برودوي اونتياج، لي برودوي اونتياج سواء ديال الوجه او لا حتى ديال كونتور ديال العينين. دونك في الليل كتديروا مثلا كريم اونتياج دو نوي ديالكم اللي فيها فيتامين سي صافي، وكتمشيو تنعسوا، ولا مثلا سيروم فيتامين سي وكريم دو نوي ديالكم وكتمشيو تنعسوا، نتوما والاختيار ديالكم. انا كنفضل المهم السيروم تيعجبني صراحه، وتنفضل حتى الكريم اللي يكون فيها كلشي، حيت بزاف الناس كيعكزو ما كيبقاوش بغاو ندير سيروم ورا ندير كريم ورا ندير، وكاينين سبحان الله بعد النساء اللي تبارك الله ما تيعكزو على حتى شي حاجه، تيواضبو عندهم واحد النفس زوين، ما شابو ليهم وبرافو عليهم. الوغ بالنسبه للفيتامين سي كما قلت لكم هادو هما الوظائف اللي كيدخل فيهم، بون مين كيخلي لو تان زوين، كيدخل في لي زونتيتاج في لي برودوي اونتيتاج، لي برودوي اكليرسيسون كيدخل في في الزونتياج، كيدخل في البرودوي كونتور دي زيو. دونك هو واحد المركب اللي ممتاز جدا، واحد المركب اللي عنده واحد القيمة كبيرة في عالم الكوسميتيك، فقط خاص يكون مستقر، يكون ستابل وثابت، ويكون الكونديسيونمون ديال البرودوي اللي غنشريو يحترم او لا يحافظ على استقرار هذا البرودوي هذا. بحال مثلا ملي كنقولوا مثلا اون هويل اسانسييل، ملي كتلقاوها كتباع في شي قريعات ديال البلاستيك بطبيعه الحال ما غتاخذوهاش، لان لي زويل اسانسييل كيخصهم يكونوا في دي برودوي اللي ديال الزاج واللي يكونوا ما كيسمحوش بمرور الضوء. فنفس الحاجه يعني بحال مثلا زيت العود اليمونتير ملي كنبغيو نحافظوا عليه مده طويله، كنقولوا لكم ما خصوش يتحط في 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 عبوات اللي كتكون ديال البلاستيك، بل خصو يبقى في عبوه ديال الزاج اللي كتكون اوباك وكيكون بعيد على الضوء على الحراره، وداكشي هنا كيبقى مده طويله وما كيتزنخش لينا، على عكس الا كان في البلاستيك فهو كيتزنخ دغيا، كيفسد دغيا، كتعطي فيه واحد الريحه دغيا، كيولي مجهد دغيا، ما كتبغوش تقدروا تاكلوه، بالتالي كيضيع عليكم. هذا اضافه على الفوائد اللي ما كتبقاش 100%. داكوغ، دونك فوالا، هادو هما المعلومات اللي كنت بغيت نعطيكم على لا فيتامين سي، فيو كو هاد الموليكول هادي كما قلت لكم فهي يعني كلشي تيسول عليها، كلشي تيبغيها، وكلشي خصو يبغيها، لان فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف. سي فري كو كسومه كثمن ديال لا فيتامين سي كم انغريديون، والثمن ديالو مرتفع، داكشي علاش ملي كيكون بواحد الكونسونطراسيون مزيانه في لي برودوي فهو كيرفع الثمن ديال البرودوي، سورتو الا كان مستقر. هنا واحد الظاهره كنلاحظها، دي ريسيت ولا خلطات اللي كيكونوا اباز دو فيتامين سي اليمونتير او لا كومبليمون ديال فيتامين سي، كيشدوا الكومبليمون وكيدقوه وكيخلطوه مع شي حوايج وكيديروه في الوصفات، فهذا ما عنده حتى شي علاقه بالمره بلا فيتامين سي كوزميتيك. الفيتامين سي اليمونتير ما غيفيدكم حتى شي حاجه الا الا كليتوه، الا كليتوه سي فري غيعاونكم، غيقوي المناعه ديالكم، وكيعاون حتى في لابو داكشي، ولكن باش تشدوا اليمونتير وديروه في خلطات فغير كتضيعوه. عندكم كومبليمون ديال فيتامين سي
كولوه. عندكم عندكم شتي عندكم دي برودوي كوزميتيك ا باز دو فيتامين سي هما اللي خصكم تستعملوهم للوجه ديالكم. راه كل حاجه كتكون عندها البلاصه ديالها. سي فري بعض المرات راه كاينين شي حوايج يقدروا يتوظفوا في شحال من حاجه، مي بعض المرات القضيه ما تتصدقش. فوالا كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى ما نكونش طولت عليكم، نتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو. نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. إلى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.